سكس بوحده شي فلور هذا اليوم ديال السيلونس اهلا وسهلا بمتابعي قناه شوف تي في في هذا البث المباشر مباشره من مدينه الرشيديه والله يصبرك يا درويش. في الحقيقه ماطيشة اللي دايره يعني 8 دراهم للكيلو والبطاطا 8 دراهم وداري كولي وصلت 13 درهم. هذا هو مغربنا حاليا متابعي قناه شوف تي في. الثمنه اللي هي جد باهظه في مدينه الرشيديه وفي مختلف مدن المملكه المغربيه العربيه الشريفه. بعد ما كنشوفوا هاد الاثمنه متابعي قناه شوف تي في وهاد المعيشه اللي ولات غاليه الا ولكن نقولوا حسبي الله ونعم الوكيل، لان في الحقيقه ما بقى الانسان فين غادي يقدر انه يزيد. شنو هي الاثمنه اللي عندكم حاليا في الاسواق المغربيه وما رايكم في هاد الارتفاع اللي كاين متابعي قناه الشعب وفي ظل هاد الشوماج وفي ظل هاد البطاله وفي ظل هاد الغلاء وفي ظل هاد القهره اللي عايشها كل مغربي ومغربيه. السلام خويا عثمان تبارك الله عليك ومرحبا. حنا غادي نمشيو غير للخضره ما بالنسبه للفواكه يعني ما غاديش كاع نعرفوا حتى الاثمنه ديالهم ما بغيناش نسمعوا حتى الاثمنه ديالهم. نحاول ما امكن متابعي قناه شوف تي في نغنيو النقاش يعني بمجموعه ديال التعاليق ديال المتابعين. قولوا لنا يعني شحال وصله عندكم الخضره وكذلك وشحال اثمنه بطاطا ومطيشه والخضار وهاد الغلاء كاع. خرجوا لنا كاع من هاد البطاطا ومطيشه وناقشوا لنا الغلاء اللي كاين حاليا يعني في المدن المغربيه. عاودوا لنا على القهره اللي عايشينها كل مغربي ومغربيه. عاودوا لنا على الغلاء اللي ولا كاين يعني وكل صباح وليتي كتبكي وتشكي. الحمد لله على كل حال اللهم ارحمنا من عندك يعني سباب هاد الامور هذه يعني. وكذلك حتى الجفاف يعني عنده تاثير اللي هو جد كبير، لكن فين هو العمل ديال الحكومه؟ فين هو العمل الحكومي ضد يعني هاد الازمات اللي واقعين؟ تحياتي خويا الله يكون مع الدرويش والله تقهرنا في الحقيقه واقسم بالله العلي العظيم الى فوت القهر اللي كيجي الى ولا الانسان كيبكي الدم. فقط انه غادي مبتسم، كاين اللي غادي يقدر على ديك الابتسامه وكيمشي مبتسم، ولا كاين اللي ما كيقدرش حتى على ديك الابتسامه وراه خارج مغوبوش وداخل مغوبوش. واش ما دايرش ملوخيا عمر؟
خلي غير كيلو 500 تبقى ما اجي انت. اش هادي اللفت؟ سي عصام الرشيدية كلشي فيها غالي من أ حتى لزيد، الله يفرجها. غيتا السملالي ومطيع توتال اللي كيقول لك الغلاء والتصدير إلى الدول الإفريقية من أجل قهر المواطن المغربي. أخ النوش إرحال تحياتي خويا، الله يكون مع الدرويش، والله إلا تقهرنا في الحقيقة. هادو هما تعليق متابعي قناة شوف تيفي اللي بغيناهم أنهم يكونوا بكثرة، وبغينا أنهم يعطيونا الرأي ديالهم والآراء ديالهم حول هاد الغلاء اللي كاين حاليا سواء في مدينة الرشيدية وفي مجموعة من المدن الأخرى. دائما كنناقشوا هذا الموضوع ديال الغلاء اللي في الحقيقه ولا الانسان ما كيقدرش كيف ما كنقولوا ما قدرش انه يعيش ويكمل المعيشه ديالو بواحد الهناء، اللي من بعد متابعي قناه الشعب ولا الاسر انه كيخرجوا للاسواق المغربيه واللحومات باش انهم يتقدوا واحد البركه ديال الخضره، الا وكيسمعوا اثمنه اللي هي جد باهظه، ولكن من الضروري انهم عندهم وليدات وعندهم حياه، ضروري خصهم انهم يشريوا حتى هما ويفرحوا الوليدات ديالهم، فما يمكنش انهم يدخلوا باليدين ديالهم خاويين، لدرجه ان بعض الاباء وبعض الامهات اللي غادي يقدروا يلتجؤوا للتسول او يلتجؤوا للطلبه بهذا المعنى باش انهم يدخلوا الوليدات ديالهم شويه ديال الخضره، وربما واش يستطيعوا يشريوا اللحم ولا ما يشريوهاش. هنا كنوضعوا مجموعه من التساؤلات من المسؤول على ذلك، هو اين حكومتنا؟ هو اين فواكهنا وخضرواتنا؟ واين خيراتنا؟ الزعيم ثلاث الوان، حتى الناس بغاو يربحوا بكري، اما الخضره موجوده والحمد لله. الغازوال هو السبب، واش انت كدير 4000 ديال الغازوال الا كتعطيك 14 لتر؟ اليوم في الحقيقة الغلاء ديال الغازوال كاين، ماشي ما كاينش، عندك الصح أن الإنسان أن الخضروات يعني الحمد لله كاينين في المملكة المغربية العلوية الشريفة، ولكن كنلقاو حتى في من المصدر ديال هاد الفواكه ولا الخضروات إلا كيكونوا طالعين في بلاصتهم، فهمتي؟ يعني كيكون ماشي غير الغازوال اللي زاد عليهم. الغلاء كاين في الغازوال، والغلاء كاين في الخضروات، والغلاء كاين يعني في يعني هما كاينين بعض الفواكه وبعض مثلا الخضروات اللي هي محليه وكتجي وكتلقاها غاليه. هي يعني بحال قلتي التمر، نقولوا التمر ديال الرشيديه ولا التمر ديال الفوس ولا التمر سميتو، وجينا كنلقاو اثمنه اللي هي جد باهظه. الجفاف لعب دور، الغازوال لعب دور، كلشي راه لعب دور، وحكومتنا وكذلك لعب دور. الله خدامين خدامين دايما ومضاربين غير مع الكرا وكروشنا، دعيناهم الله. هذا عثمان كوزان واللي كيقول دعيناهم الله يا حكومة العار، هذا هو كلام عثمان، واحتراما لتعليقات متابعي قناة شوف تيفي وقراءة لتعليقاتهم، حتى لا نقول بأننا لسنا أو لست أنا بالضبط محايد، أكيد أنني مع الشعب، ودائما يبقى شعارنا الخالد والأبدي الله الوطن الملك. لكن بزاف علينا، لا للقهرة لا للحقرة ولا لهذا الغلاء الفاحش اللي في الحقيقة قولوا الأسر المغربية ما بقاتش كتستطيع أنها تعيش. لطفك يا الله من ملك جمالي ومن مجموعة من المتابعين والمتابعات الأوفياء لقناة شوف تيفي وأيضا لمبعوث قناة الشعب بجهة درعة تفيلات. اشنو هنا اش غادي نديروا؟ نرفعوا القبعه لحكومتنا لانها ولات كتسلخنا يوما كتسلخنا يوميا، او نرفعوا لها القبعه لان هذا الغلاء مازال لحد الان مستمر. هنا متابعي قناه شوف تيفي ما كرهتش ان يكونوا مجموعه من التعليقات باش ان الانسان يعبر حتى على الحاجه اللي كيعيش فيها، ونعرفوا يعني الحياه المعيشيه لمجموعه من المغربي ومغربيه. يعني على سبيل الذكر
كيف ما عرفتوا بأنها بشرى للمغاربة، بشرى سارة، دعم مالي مباشر يتراوح ما بين 7 مليون و10 مليون للأسر الراغبة في اقتناء السكن. ممكن أنكم تقدروا تشوفوا يعني المعطيات ديالها والتفاصيل ديالها في قناة شوف تي في أو عبر مواقع أخرى، لكن كنتمنى من المسؤولين أنهم ياخذوها يعني بعين الاعتبار. هنا متابعي قناة شوف تي في، مباشرة من مدينة الراشدية اللي كنقولوا الله يصبرك يا درويش، مطيشة اللي دايرة يعني 8 دراهم الكيلو، بطاطا 8 دراهم، ولا ريكو اللي وصل 13 دراهم، وما بقاش المواطن قادر أنه يواصل ويشري كل شيء. صباح الخير ياسين، أفينك؟ تبارك الله عليك، الشكر موصول ليك. هنا عودة لتعاليق متابعي قناة الشعب، ونحاول ما أمكن نزيد نقرأ تعاليق المتابعين. خديجة فندق إيوا يا درويش ليك الله. إبراهيم اللي كيقول لك تيصدروا السلعة بزاف وتيخليو الناس شبعان ما عمرو يحس بالجيعان، شبعان ما عمرو يحس بالجيعان. إيروا مدريد اللي كتقول لك السلام أخي، حنا في مارسيا، غازوال 20 درهم. لطفك يا الله من ملك جمالي. عثمان كوزان ومجموعة من التعليقات ديال المتابعين قناة الشعب. ها؟ تعرف عثمان كوزان؟ اللي في دوزيام ولا اللي في تركيا؟ سلام سي سعيد له، تبارك الله عليك، اشتقنا لك يا سعيد واشتقنا إلى التعليقات ديالك. وهنا نرفع القبعة لكل مغربي ومغربية اللي هما أحرار واللي دائما دفاعا عن الوطن ودائما كيتكلموا من صالح أنهم يغيروا شيء ما ولو أن بالبوح، يعني بوح الحقيقة راه حتى هو تغيير في حد ذاته، ماشي السكوت والنظر في مجموعة من الأشياء اللي هي كنزيدوا غير نتقهروا فيها. تبارك الله عليكم، ما كرهناش متابعي قناة شوف تي في اننا يعني ان شاء الله نعاودوا واحد البث اخر، خصوصا في هذا الغلاء، خصوصا يعني في داخل السوق المركزي بمدينة الرشيدية، ونناقشوا مجموعة من الامور اللي هي كتهم ساكنة المدينة. هنا غادي نودعكم ونقول لكم ان شاء الله مرة اخرى وإلى بث اخر، واكيد لنا عودة في الموضوع ولنا عودة ان شاء الله يعني في نقاش اخر حاد. وراه ما كيهمناش كما كنقولوا، ما كيهمناش اننا نجيو نصوروا بطاطا ولا كنصوروا مطيشه ولا نصوروا سميتو، راه ما لقيناش اللي كيتحدث بواحد الحرقه. لهذا باش انني نقدر نصور مثلا واحد نضيف واحد الجمال، ما غاديش نقولوا جماليه ولا غادي نضيفوا غير رونق لهذا اللايف هذا ولا هذا البث، الا وكان يعني نقدروا نديروه في اي مكان كيف ما بغى يكون نوعه، ونناقشوا مجموعه من الاشياء اللي هي كتهم البلاد والعباد. الأجداد ديالنا كانوا عايشين غير باتي والخبز وعاشوا أطول منا، مازال عايشين حتى حنا، نستغناو على كل شيء نشوفوا واش نموتوا ولا نبقاو على قد الحال. إذا خويا الزعيم 3 أروان تبارك الله عليك، لكن هو تبارك الله عليك على التعليق ديالك، وكنحييك من وكنحييك فيه، لكن دابا الإشكال شكون؟ غادي نقدروا نقولوا ها أنت ديرها هذه يديرها، ولكن عندنا واحد الشعب اللي كنتمنى إن شاء الله يرقى. ما غاديش نقولوا الشعب ككل مراقيش، الحمد لله راه منكم حتى انا، راه ما كنسب ما كنعرق، انا كنقول خصنا نبداو التغيير من نفوسنا. تو ولكن تحياتي ليك خويا، الله ينورك، وعثمان كوزان، وايضا كل المتابعين والمتابعات. تنبقى تينا ولد الشعب بحالي بحالكم، تينا كنبقى ولد مطحون مدقدق مزيان، لان هذا الواقع هذا ما بقاش كيفرح. تبارك الله عليكم، بغينا التعليق ديالكم متابعي قناة شوف تي في، بغينا ارائكم متابعي قناة الشعب، بغينا الكلامكم، بغينا البارطاج ديالكم، بغينا لي جيم ديالكم، يعني ماشي في سبيل انه مثلا هذا البث هذا من سبيل ان النقاش يزيد يتغنى ويدخلوا وحدين اخرين يعطيونا مجموعه من المشاكل اللي كيعيشوا يعني في كل منطقه، وايضا الغلاء اللي كاين في كل منطقه. ولا الانسان عاوتاني قادر انه يشري مطيشه وبطاطا وخيزو ولا ريكو مجموعه من الخضروات والفواكه بهذيك الاثمنه، فالله يرزقكم تيسير والرزق الكبير.
هنا كنشوفوا غير الدرويش اللي هو في الحقيقه نيت مطحون مطحنه كبيره ومسحوق مسحوق سحقه اللي هي كبيره، حتى من حتى كما كنقولوا حتى من الفواكه يعني والخضروات المحليه ولات كتشهد يعني واحد الاثمنه اللي هي جد باهظه. يعني باش غادي تزيد وباش غادي تعيش راه ما كاينش باش تزيد وما كاينش باش تعيش. هنا كما قلنا متابعي قناه الشعب ما فضلناش اننا نزيدو نمشيو للفواكه، الا جينا مشينا للفواكه فقط غادي يضرنا غير راسنا. خليونا بقى بركه فقط غير مع بطاطا وخيزو والبصله وحولينا حتى هادشي ما قدرناش اننا يعني اننا نشريوه. التعليقات ديالكم كتفيدنا متابعي قناه الشعب، ارائكم كذلك كتفيدنا، كلامكم وكذلك كيفيدنا، نقاشكم وكذلك كيفيدنا. هنا كنتبادلوا متابعي قناه شوف تيفي مجموعه من الاراء وكنتبادلوا مجموعه من الافكار، واللي كنحيو من خلال هذا البث كل المتابعين والمتابعات داخل الوطن وخارج ارض الوطن، سواء اللي معنا في هذا البث وتم التعليق ديالو، سواء اللي كيتسنط لينا وما بغاش يعلق، سواء اي واحد يعني ما دخل انه يتسنط وما دخل انه يشوف، الا هو في الحقيقه كل واحد مقهور، كاين اللي مقهور وعيا ما يدوي، وكاين اللي مقهور ومازال كيدوي، وكاين اللي مقهور وما بقاش ما بغاش يدوي ما بغاش يشوف. المهم القهره فينا فينا، وكيف تقهرنا في الدنيا غادي يقهرهم سيدي ربي في الاخره اكيد، ويتقهروا حتى ان شاء الله حتى في الدنيا وكذلك غادي يتقهروا، لان مسؤولي العار متابعي قناه شوف تيفي ما خلاو لينا حتى بلاصه فين غادي، ما خلاو لنا حتى مكان فين غادي نجلسوا. عثمان كوزان اللي كيقول لك ولينا نفضلوا الموت ولا هاد العيشه، كيف يعقل ان المواطن المغربي غادي يولي يبقى يفضل الموت على عيشه مثل هذه اللي كنعيشوها يعني في المملكه المغربيه العلويه الشريفه في ظل هاد الزيادات. كنشوفوا الحمد لله ملكنا الهمم، ملكنا اللي هو الكبير والكبير هو الله ولله الحمد، واللي دائما كيبقى الشعار ديالنا الخالد والابدي الله الوطن والملك، كيخرج الحمد لله وكيعطي اللي دي حقين حقه. لكن مسؤولي العار كنرفعوا اكفوفنا اليوم وكنقول لهم الله ياخذ فيكم الحق. هذا برنامج زوين للحكومه ماشي معنا، خليها تعيش بوحدها نشوفوا واش ما يموتوش، كنا غادي نموتوا ياكلين الخضره الا ما كليناش. الحمد لله ما دمت الحياه بيد الله فليهمنا امر هذه الحياه. تبارك الله عليك والشكر موصول ليك خويا الزعيم ثلاث الوان. يعني كيف ما كنقولوا بان التعليقات ديالك حتى هي رائعه ومثيره، واللي كتخلينا اننا نزيدوا نعمقوا في النقاش ديالنا ونزيدوا معك اخي. تبارك الله عليك لان القصد ديالك راه واصل. يعني من خلال هذا البث اقسم بالله لا فرح كبير اننا شفنا يعني مجموعه من المتابعين والمتابعات اللي هما حاليا معنا هنا، واللي على الاقل اننا اعطونا الارتسامات ديالهم واعطونا التعليقات ديالهم، ونحاولوا ما امكن اننا نغيروا صوره المكان ونمشيو يعني نمشيو نشوفوا الفواكه ومن هنا نزيدوا نكملوا النقاش. نسلط الضوء على تفاح، تفاح متابعي قناة شوف تيفي اللي هو كنشوفوا بأن مدينة ميدلت كتشهد ثروة كبيرة ديال التفاح، لكن في الأخير حتى الثمن اللي هو كاين حاليا حتى في مدينة الرشيدية بخصوص التفاح غالي وغالي بزاف. ها هو التفاح نقولوا تفاحنا ولكن باش غادي نشريوه ما قدرناش. شتي فين كاين الإشكال؟ الخضره راه كاينه ماشي ما كايناش، ما غاديش نقولوا حتى الغازوار، الغازوار ها هو ما بين ميدلت والرشيديه راه ماشي شي حاجه اللي هي كثيره، ولكن الغلا راه كاين وقيس من جميع الفواكه وجميع الخضروات وجميع اي حاجه حطيتي على يديك سواء في المواد الغذائيه سواء في الخضروات سواء في الفواكه سواء في اي حاجه. هو اللي معايا كيتعلم الحرفه. الحمد لله. زهرة إفلور تبارك الله عليك.
زهراء إيفلور يعني التحقات بنا حاليا حتى هي وكذلك، واللي كنقول لك مرحبا بك وألف مرحبا وتحية كبيرة لكل المتابعين والمتابعات، وأكيد متابعي قناة شوف تيفي سنلقاكم في بث آخر وموضوع آخر بإذن الرحمن. Thank you.